اهلا بيكم في محاضره جديده. كنا وصلنا في البروجكت بتاعنا بحمد الله طبعا ان احنا خلصنا الهوم وبعدين خلصنا الاباوت وبعدين انجزنا وانتهينا من السيرفيسز وقلنا المحاضره دي ان شاء الله هنشتغل على الورك. تعالوا نشوف جدول الورك بيحتوي على ايه. هنعمل رايت كليك وديزاين. هنلاحظ ان جدول الورك بيتكون مني من حقلين اتنين الورك نيم والورك ايمج. اذا فالشغل بتاعنا هيكون كمان في ايمج. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنقفل ده وهنروح للبروجكت بتاعنا. اول حاجه هنعملها خلاص يعني اعتقد ان اللي هنعمله دلوقتي بقى محفوظ. هروح على الاريا نقفل ده. هروح على الاريا نفتحها تاني علشان نبدا من جديد. الاريا بتاعتي فيها ادمن والادمن جواه الكنترولر والفيو. هروح على الكنترولر هلاحظ ان انا عندي كل جدول عملت له كنترولر تمام. وانا دلوقتي هشتغل في الورك فانا لازم اعمل ايه؟ اد كنترولر. كنترولر هسميه ايه؟ ورك. هيظهر كده هقول له امبتي اد وما ننساش يا جماعه نشيل الواحد قلنا لاني لو سبناه هيعمل لينا مشكله كبيره. وهقول له ورك اول حرف كابيتال وات. دي اول خطوه احنا محتاجينها داخل البروجكت ان انا اعمل كنترولر اسمها ورك. تمام جدا. طيب الكنترولر محتاجه ايه؟ ها مين فاكر؟ رجع كده الذاكره. عملنا كنترولر ناقصه ايه؟ فيو. فهاجي على الفيو هنا وهضغط رايت كليك وهقول له اد. ها اد فيو؟ لا اد فولدر. اد فولدر عشان نضيف فيه فولدر يحمل نفس اسم الكنترولر اللي هي وورك. نفس الاسم ونفس التسميه. وبدخله بقى لا انا هضيف بقى فيو اد فيو ريزور فيو الثانيه دي واد. هسميها ايه يا رجاله؟ ماي ورك او اي اسم. اول حرف كابيتال كده اهو وهاخدها كوبي هقول لكم ليه دلوقتي واد. تمام هو اضافها. هرجع للكنترولر هنا اندكس لا انت هتروح على ماي ورك. حلو جدا. وتحت النيم سبيس هنا بنعمل حاجه كل مره اللي هي اريا وافتح القوسين العاديين ودبل كوتيشن وهقول له ادمن علشان تفتح معايا. لو انت لاحظت كده رجعنا هنا لباقي الكنترولر هلاقي نفسي شوف عامل نفس الكلام. حلو جدا. تمام تمام جدا. دي اول خطوه. تاني خطوه على طول هروح اشوف لي بقى جدول ابدا اضيفه. هنروح مثلا للفيو هنا اباوت وسلايدر. خلينا في سلايدر. هفتح ده كنترول اي كوبي وهروح على ماي ورك اشيل ده كله شغل طبعا ده مع محفوظ بالنسبه لك بيست. وبعدين الفور ايتش عايز اعرف اولها واخرها حاجه كده عند كده هيظل لي القوسين. طيب هشيل القوس ده الاول وبعدين الفور ايتش كلها وبعدين هشيل بقى الدنيا دي عشان ما تعمليش ايرور. تمام وهشيل الايمج لما يجي وقتها نبقى نحطها. وحتى التي دي بتاعت الاد الابديت والديليت برضو لما يجي وقتها هنبقى نحطها. تمام تمام جدا. طيب هو الحقول عندي ايه؟ قلنا الايمج نيم والورك ايمج. تمام يبقى اسم العمل وبعدين صوره
العمل. حلو حلو جدا، انا مش محتاج اكتر من دول وهشيل دول. حلو، وبرضو هنا التيديهات انا مش محتاج غير تيديهايه 2. طيب كده انا خلصت، هطلع فوق اظبط الكنترولر. هنا الكنترولر هيروح على كنترولر اسمها وورك. هنا اديت، تعالوا نعمل كوبي دي او خليها دلوقتي، هنبقى نظبطها. هنا طبعا بيروح على جدول اسمه تي بي سلايدر. طيب الخطوه اللي بعدها على طول، خلاص انا ظبطت الجدول اللي هعرض فيه، هروح هنا هقفل ده وهروح على البي ال وهبدا اضيف كلاس جديده. الاول هروح للدومين اخد اسم الكلاس اللي هو بتاع الورك اهو، هقول له رينيم او تعالى هنا اهو لحد دبليو وورك كوبي، ارجع سوليوشن اقفل الدومين البي ال اد كلاس هتسميه ايه سي ال اس واحط اللي انا خدته اللي هو وورك. كده انشا عندي الكلاس. اول حاجه في الكلاس ده هعمل يوزنج لاسم البروجكت فيرست اب دوت موديل، وكمان يوزنج للدومين عشان يبقى خلصنا. تمام، اول حاجه هنعملها هنعمل كونستراكتور من الكلاس، ناخده كده كوبي وهفتح القوسين دول وهنزل. طيب انا هعمل كونستراكتور ليه؟ علشان احط فيه الكونتكست بتاعي اللي هو بيرسونال كونتكست، وبعدين هدي له اسم تي ان بي مثلا اي حاجه، وبعدين هاخد ده كوبي تقريبا مش هيجي كله كوبي وهرميه هنا اهو بيست، وهدي له اسم مثلا كون اي اكس مثلا، وبعدين هساوي الكون اي اكس ب تي ام بي. حلو الكلام، كلام جميل. تمام، عايز اجيب داتا، ها محتاج ايه؟ لو انتوا فاكرين بابليك فانكشن، بس الفانكشن هتكون لستة، هتجيب من تي بي وورك. طيب التي بي وورك هيبقى اسمها ايه؟ ها فاكرين معايا الخطوات دي ولا هيسنا؟ جيت اول، وهقفل بالقوسين دول وهنزل وهعمل كده. مش دي الخطوات بتاعتنا كل مره ولا في حاجه غيرها؟ اعتقد انها هي دي الخطوات بتاعتنا. طيب يا ليست يا اللي جايه من تي بي وورك، هديكي اسم بقى علشان استدعيكي بيه، وورك دبل اس ووركس، هتساوي اسم الكونستراكتور كون اي اكس. كون اي اكس ايه بقى؟ دوت تي بي وورك دوت اوردر باي ديسندنج او الاوردر باي، بس اللي يريحك. اوردر باي ديسندنج هتجيب من الاحدث للاقدم، وهفتح القوسين ايه بتساوي او اكبر من ايه دوت، هتجيب بترتيب ايه؟ انا هجيب بترتيب الاي دي ودوت تو ليست مش تو سترينج، وهقفل باقي القوسين دول، وبعدين هتريتيرن الوركس اللي هو الاوبجكت اللي احنا اخدناه ده. تمام كده انا ظبطت الدنيا. ايه الخطوه اللي بعدها؟ هعمل انترفيس، هاجي تحت النيم سبيس وهقول له بابليك انترفيس، هسميه ايه؟ نفس التسميه بتاعتنا اي اي وورك، وهنزل وهفتح القوسين دي، هحط فيه ايه؟ الانترفيس ده اي فانكشن هعملها، وادي اول فانكشن ليست كوبي، وهاجي هنا بيست. اظن ما فيش اسهل من كده، ما ننساش السيمي كولون. طيب هروح على ماي وورك اللي هو الجدول، هنا بيجيب ليست منين من تي بي سلايدر، هغيرها اقول له انت هتجيب من تي بي وورك. حلو حلو جدا. طيب في حاجه احنا قلنا هنأجلها شويه اللي هي الايديت. هنا هو رايح لكنترولر اسمه وورك صح كده؟ لا، الايديت دي يبقى احنا محتاجين نعمل فين الكنترولر؟ هنروح للكنترولر الورك وهاخد فانكشن
ده سي ال اس كنترولر ادمن كنترولر وورك. هاخد واحده زي دي كده كوبي وهنزل وهعمل له اديت. تعالوا نجيبها كوبي اهي كوبي وهقول له بيست بحيث ان انا يبقى خلصت من دي. تمام. اول حاجه هعملها هنا هستخدم اليوزنج اسم البروجكت دوت بي ال لاني هستخدم البيزنس لوجيك وهنزل. تاني حاجه هاخد كونستراكتور من الكنترولر كوبي هقول له بابليك وهفتح القوسين دول وهنزل واقفل. هنا هاخد الاي اي وورك اللي هو الانترفيس وهقول له تي وورك مثلا وهاخد الاي اي وورك ده كله كانترفيس فوقه وهقول له انت هيبقى اسمك اكس وورك مثلا وبعدين هساوي الاكس وورك الكلام ده اتكلمنا فيه لما ايه تي وورك. حلو جدا تمام. فهنا بقى المفروض هنا ريتيرن فيو هقول له اكس وورك دوت دوت ايه بقى جيت اول وهقفل بالقوسين دول وشكرا. فاضل حاجة واحدة علشان اعرض. هروح على الستارت اب وزي ما عملت في باقي السيرفيسز هقول له هنا سيرفيسز دوت اد سكوبت وهفتح القوسين دول هديله الاي اي وورك اللي هو اسم الانترفيس وهاخد كوما وهقول له انت هتاخد من سي ال اس وورك وهخرج بره القوسين وهقفل بيه القوسين العاديين دول وسيمي كولون. ما تيجي نجرب ونشوف شغلنا هيمشي ازاي. في حاجه غلط وورك. انا عملت الانترفيس ولكن هنا لازم اعمل له كده اهو وهقول له انت هتاخد من الانترفيس بس كده بس كده. لو رجعت للستارت اب هلاقي الايرور اتشال من عندي. تعالوا كده نشوف الدنيا بتاعتنا شكلها ايه. هنقول له ادمن وهتروح على work وبعدين my work اي الفل اسم العمل وصورة العمل اضافة بيان جديد طبعا مش هيودينا على حاجة لان طبعا لسه ما ظبطناش الدنيا. حلو الكلام كلام جميل. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت لستة عشان اجيب الداتا من الجدول. المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هنضيف الفورم علشان نبدأ نضيف الداتا بتاعتنا وبعدين نعدل ونحذف ونعرض. اشوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية.